اليوم قديسنا هو مار يوسف. هالقديس الأمين الصادق الكل محبة. قبل ساعات من الميلاد كان خايف، كان يدور الأبواب، يدور على بيت للعذراء توضع فيه طفلها، ولما لقى بسرعة دخل جوا للبيت وجه يسوع. بميلاد يسوع تلاشى كل الخوف، تلاشى كل التعب وكل الوجع وكل الزعل، إنه ما في حد قبل هالعيلة في بيته. ما يوسف لغاية الآن عمله بدق على كل بيت بيته، عم يدق على أبواب قلوبنا، بقولنا افتحوا أبوابكم، افتحوا قلوبكم ليسوع اللي جاي ليخلصكم. استقبلوا في بيوتكم وفي قلوبكم هالنور وهالفرح اللي بيبيد كل خوف، بيبيد كل ظلمة، بيبيد كل شر موجود بالعالم. مار يوسف ما زال بيقرأ وهو شفيع الكنيسة وحاميها. افتحوا قلوبكم، افتحوا أبوابكم لهالعيلة وليسوع، ليولد هالميلاد في قلوبكم ويشع نوره بحياتكم. مار يوسف رح يكون نجم من نجوم مغارتنا وعلى الباب، علشان دايما يفتح أبواب قلوبنا ليسوع، للطفل يسوع.